طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء خل بس اعلق تعليق بسيط بس على يعني ما دار اللي انا سمعتها. بس دخل حامي عليك يا ابو سعد، تفضل. لا 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 حبيبي ابو ناصر، لا لاني انا يعني من حقيقه قليل ما اكون في يعني ضيف في حلقه ويثار فيها المواضيع هذه اللي هي الاكثر جماهيريه، النصر عالمي ولا مو بعالمي، الهلال والنصر موضوع العالميه، طيب. يعني اشياء تفضل. يعني اشوفها جدليه. موضوع التحكيم، من اكثر فريق تاثر بالتحكيم؟ لكن موضوع العالميه، يعني انا اقول انه يعني نادي النصر حقق انجاز كبير في عام 98 99 وتاهل الى كاس العالم، بطوله انديه العالم، تاهل عام 2000 في يناير 2000 شارك في بطوله بس حقق سوبر 98 مو 99 98 1418 شهر ذي الحجه 1418 99 ما اعطاك التاريخ. لا لا 99 نادي ياباني هزم الاتحاد هو خذ السوبر وتاهل يعني وشارك في العالميه، مشاركه كانت مشرفه وانا كنت يعني تشرفت اني احد حضورها موفدا عن جريده الرياض. ما شاء الله كانت بطوله عالميه، يعني عالميه بكل تفاصيلها، يعني بحضور جوزيف بلاتر، بحضور الله يرحمه عبد الله الدبر كان هو المدير العام للبطوله. بطوله مشرفه لكل يعني لكل مواطن سعودي، وليس تاريخ يعني يذكر، تاريخ يذكر اكيد. هذا كل الكلام يعني هذا ولن يعني يقلل من، بس يعني للاسف في جماهير تعرف الرياضه يعني تنافس، والجمهور يعني من جماليات الرياضه وجود التنافس، وجود يعني المشاكسات البسيطه اللي انا اشوفها التنافس المحمود هذا، يعني اللي ما يفضي الى التعصب يعني المقيت اللي دائما نقبلها من الجمهور، يعني موضوع التشكيك ومن التشكيك بينما انا اشوف يعني انه الاعلام الرياضي مفروض انه يتعامل معها يعني بهدوء وعقلانيه، ويعطي النادي الكبير النصر حقه الكامل في اسبقيه كون اول نادي اسيوي وعربي. هذا مفروغ منها، عربي اسيوي. هذا فيديو ما قاطعك، هذا مفروغ منها ابو ناصر، ما تعرضنا لها. ما راح ادخل في الحاجات اللي هي مغادره الهلال اليوم. هذا الفيديو لمغادره الهلال اليوم الى ابو ظبي. تفضل. كل الكلام اللي انت قلته احنا متفقين عليه الى الان، ماشي معك صح ساري؟ انا مو بنقاش على انه الكلام هذا، كله كلام صحيح. يعني ابو سالم ما كان في تشكيك، كان في على النصر وحقيقه. لا انا بهي كلمه بسيطه بس بقولها يعني حول الموضوع هذا. بالنسبه للهلال، ان نتمنى انه الهلال غدا يفوز على بيروزي الايراني، وانا يعني اراه مؤهل جدا لذلك. يمكن يكون في صعوبه انه